الله يرحمه. اللهم تبيت اللهم اللجنة الأولمبية الجزائرية كانت دعته أول مدعوين، لأنه أول بطل أولمبي جزائري كان أول مدعوين، يعني اللي بعث الملف تاعه وداروا له كل إجراءات بيتنقل ويحضر. كان ضيف شرف الوفد الجزائري لحضور الأولمبياد باريس لهذه الصيفة، ولكن الاختيار والمشيئة الإلهية قالت شيء آخر. يعني الله يرحمه. مالغري شامبيون دي موند وكاع تشوفها تحسبها إنسان بسيط، ما بسيط جدا، غير يضحك ويلعب هكا مسكين. ها أجله هذاك هو يوم محزن للرياضة الجزائرية، كيف لا وحنا نودع بطل إنسان طيب أهدى أول ميدالية في دل الإصلاح الرياضي الجزائري التي أقرته الدولة الجزائرية آنذاك، ميدالية أولمبية لهذا البطل. واليوم راكم تشوفوا الجمهور اللي حاضر بقوة هنا، الناس أبطال أولمبيين مسؤولين، مما يدل على طيبة الرجل. بالنسبة لجمعية راديوز، هذا الرجل كان صديق الرياضيين، حاضر في كل المناسبات، يشجع الشباب ويمد الأخلاق الحسنة. اليوم يعني نشوف يعني قاعدة جماهيرية كبيرة تحركت مع موسى، موسى البطل، موسى الشجاع، موسى الأخلاق. هذا قضاء وقدر، سنة الله في خلقه.